الاجتماع للاتحاد الجديد وصدرت عدة قرارات مهمة، ممكن توضح بس للجمهور شنو أهم القرارات اليوم اللي صارت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية رمضان كريم عليكم وعلى كل متابعيكم الكرام. تعرف اليوم الاجتماع الأول لاتحاد الكرة بحضور كل الأعضاء باستثناء السيد كامل الصغير اللي يخضع لعملية جراحية، نسأل الله أن يشافيه ويرجع سالم إن شاء الله إلى عمله، والأخ يحيى صغير اللي مكلف برئاسة وفد منتخب الصالات إلى معسكر كرواتيا لمنتخب الشباب اللي يستعد لأولمبيات العالم في الأرجنتين. أبرز القرارات اليوم اللي اتخذها الاتحاد باجتماع اليوم يعني حل جميع اللجان باستثناء أربع لجان، هي المسابقات والحكام والانضباط والاستئناف، بسبب استمرار الدوري. بعد انتهاء الدوري إن شاء الله أيضا سيصار إلى حل هذه اللجان. أولا هاي مؤقتا يعني لحد ما ينتهي الدوري، الحكام والمسابقات والانضباط والاستئناف، لانه هاي مرتبطه ارتباط وثيق بمساله مسابقه الدوري الممتاز، ولا من غير الممكن الان نحلها والدوري يعني مستمر. ثانية. فيما يخص الثانيه هي تسميتي ناطق رسمي واعلامي فيما يخص عمل الاتحاد للدوره المقبله، ان شاء الله نوفق في عكس صوره اعلاميه مرضيه مع جميع الزملاء. الفقره الثالثه هي تعاقد مع مدير فني للاتحاد من الجنسيه الاجنبيه، مدير فني للاتحاد كما معروف. نعم، موضوعها في كل الاتحادات الآن الموجودة يكون هناك مدير فني هو المسؤول الأول والأخير عن وضع الخطط والاستراتيجية بالنسبة لعمل المنتخبات. من الأجنبي راح نفتح قنوات الآن مع الاتحاد الدولي مع الاتحاد الآسيوي من أجل الاستعانة بأحد الشخصيات العالية المستوى من الطراز العالي. أبدا هذا مدير فني، مدير فني للاتحاد، هذا هو مسؤول عن وضع الخطط فيما يخص عمل المنتخبات بدءا من المنتخب الاول الى حد المنتخب الاخير. الرابعا الشروع بتعاقد مع كادر تدريبي للمنتخب الوطني الاول. هذا نعم بعد الانتهاء من كادر شنو هذا؟ نعم هم كادر اجنبي بعد الفتره فتره العقد المبرمه مع الكابتن باسم قاسم. الفقره الخامسه اعاده هيكله الملاكات الاداريه والفنيه للاتحاد ولجميع المنتخبات. كل المنتخبات الملاكات الاداريه والفنيه للاتحاد ولجميع المنتخبات بدا من الكادر التدريبي مشمول الاداري والفني. تعرف يعني مدير اداري اكو فني، كل هاي الامور هي خاضعه الان يصير بها تغيير. اعاده النظر في مساله ما يعني موضوع النقل التلفزيوني والعمل على ايجاد صيغ جديده تؤمن يعني نقل المباريات بشكل مباشر لجميع. ممكن توضح ان هاي النقطه اعاده النظر يعني هاي شيء خص اعاده النظر بعقدكم مع الاتحاد؟ نعم، هو كل الامور الان هي خاضعه لهذا الموضوع، يجب ان نعمل بشكل جاد من خلال هذا الاجتماع اليوم يعني من اجل ان نضمن استمراريه نقل المباريات بشكل لا يؤثر على متابعه جمهورنا الكريم لكل المباريات. لابد ان نضع خطط اعاده النظر بس وضحها هذه. نعم هي مبينه استاذ عباس، هي مبينه اعاده النظر فيما يخص بالنقل التلفزيوني. احنا النقل التلفزيوني مع شركه عشتار مع القناه الرياضيه يجب ان نفعل كل الاطراف، هذا لا يعني انه احنا بالضد من شركه عشتار او نحاول فسخ العقد، لكن يجب ان نبحث عن حلول واضحه جدا، يجب ان نبحث عن حلول تضمن يعني استمراريه نقل المباريات للجمهور الكريم. النقطه السابعه هي يعني مرتبطه بال موضوع التسويق، يعني هي لجنة التسويق يجب أن نحصل على لجنة توثيق يعني تسويق عالية المستوى تعمل على يعني ضخ إيرادات جديدة للاتحاد بما يضمن يعني استقلاليته. لا بعد يعني العمل متواصل من ضمن الأولويات السبع اللي الاتحاد الآن يعني اليوم خرج بها، يجب أن تكون هناك برنامج عمل والكل متفق عليه والكل صوت عليه بشكل نهائي. بالنسبة للجان البقية شلون راح يصير تسمياتها شو وقت؟ اللجان يعني بالاجتماع المقبل بالتأكيد أنه كل عضو اللجنة الآن كل عضو اتحاد لديه تصور عن عمل اللجان. يجب أن احنا حقيقة كاتحاد الكرة الشعار المرفوع الآن هو اتحاد يجب أن يكون هو بيت الرياضي الكروي، يجب أن تكون يجب أن يضم كل اللاعبين الكرويين اللي قدموا خدمات جليلة للكرة العراقية، يجب أن يشعروا أن هذا بيتهم الأول والأخير، يجب أن يكون لهم يعني خطوات، يجب أن يكون لهم وجود في هذا البيت، وإن شاء الله نوفق في هذا المسعى إن شاء الله. أستاذ حسين الخرسان ناطق الإعلامي باسم اتحاد كرة قدم، جزيل الشكر. Wantinia Air is in a rocky company.